السلام عليكم. في الفيديو بتاع النهاردة هنستكمل مع بعض تعلم أساسيات برنامج الأكسل. في الفيديوهات السابقة اتعلمنا ازاي ننسق الجدول ونلونه وننسق الخطوط وننسق الصفحة كاملة بأكملها. الصفحة دي في الأكسل اسمها شيت، زي ما انتم شايفين كده مكتوب تحت، تمام. وازاي ندمج خليتين مع بعض زي كده، مثلا عن طريق، لو احنا واقفين في الهوم، عن طريق ميرج سنتر، وازاي نختار التنسيق الاوتوماتيك اللي هو عرضه علينا البرنامج نفسه، انما التنسيق المقابل ده تنسيق يدوي انت بتعمله بايدك. وازاي لما اتنقلنا للشيت التاني، انا هسميه اهو الشيت التاني اهو، عرفنا ازاي نخلي الصفحة زي ما انتم شايفين كده السادة من غير اي خطوط، ونبدأ نرسم عليها الجدول. وتعلمنا ازاي نستعين بالفرشاة بتاع التلوين دي ونلون بيها الجداول والخلايا. النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض تعلم اساسيات الاكسل. الشيت ده طبعا هنسميه كده، نكتب مثلا رقم 2 ونقول انتر، ونكمل مع بعض ونفتح شيت جديد. احنا بنفتحه من هنا في الدائرة اللي فيها الزائد دي، بنفتحه كده. طبعا اي شيت جديد بيتفتح بيبدأ من الشمال لليمين. طب انا عايز اشتغل من اليمين للشمال زي ما اتعلمنا المرة اللي فاتت، هنعمل ايه؟ هندخل على حاجة اسمها بيج لاي اوت، اللي هو فايل هوم انسيرت بيج لاي اوت، ونختار شيت رايت تو ليفت. هتلاقي الصفحة جت من اليمين للشمال زي ما انتم شايفين كده. طيب احنا دلوقتي هنتعلم ازاي نعمل المخطط الرسم البياني في برنامج الاكسل. اول حاجة احنا بنكتب طبعا الجدول اللي احنا عايزينه نعمل عليه مخطط رسم بياني. مثلا هنكتب مثلا الماس، اللي بعديها هتبقى ذهب، اللي بعديها هتبقى فضة. دي كلها حاجات افتراضية بس عشان نطبق عليها الرسم البياني وطريقة الرسم البياني في الاكسل. بعديها نحاس، وهننزل تحت مش هنكتب هنا، هنكتب في السطر ده. يبقى هنسيب العمود اول في العمود ده اللي هو اللي موجود بالطول، هنسيب اول خلية وهنكتب في التانية على طول شهر واحد، شهر اتنين، شهر تلاتة بالشكل ده، شهر أربعة، تمام. هنكتفي بس بالقدر ده. وبعد كده هنحدد ونعمل خطوط الجدول زي ما اتعلمنا، نحدد النطاق بتاع الجدول كله كده. وبعد كده هنروح على الهوم وهنختار الاختيار ده زي ما اتعلمنا في الفيديوهات السابقة، هنختار سيك اوتسايد بوردر، يعني تحديد الحدود الخارجية للجدول بخط سميك. لو عملنا كده اهو ادي الخط كله اتحدد، الجدول كله اتحدد من بره. طب هنختاره تاني كده، قبل ما نطبق اي حاجة على المساحة اللي احنا عايزينها لازم نختارها كلها نظللها. وبعد كده هنروح برضو تاني نفس الايقونة دي، وهنختار منها all border، جميع الحدود. زي ما انتم شايفين بقى جدول بالشكل ده. طب احنا عايزين نلونه، احنا عرفنا ازاي بنلونه، وعرفنا ازاي مثلا بنظبط الخط في النص وبنخليه مظبوط جدا. يعني مثلا لو احنا عملنا كده مثلا، حددنا وطلعنا احنا في الهوم وعملنا مثلا اخترنا ده كده، خليه كله مرتفع لفوق مظبوط، وخليه كله في المنتصف اهو بقى بالشكل ده. ونكبه ونخلي مثلا الخط سميك شويه اهو بقى بالشكل ده. عايزين بقى نغير لونه براحتنا، تمام. واحنا مختارينه كده هنطلع حاجه اسمها انسيرت. يبقى انت عندك فوق فايل هوم انسيرت، انسيرت دي هتختار منها الرسم البياني، هتيجي عند الاختيار ده وهتضغط عليه بالشكل ده، تمام. وبعدين هتيجي ان هو تقول له all charts، وبعد كده هتختار مثلا عندك كذا كذا شكل، في لاين، في بي اللي هي الدايره، في بار، وهكذا. احنا بنختار الاشهر اللي هو ده اول واحد كده اهو، وهنختار اوكي زي ما انتم شايفين كده، تمام. طبعا عشان الجدول فاضي هو مش مبين اي شيء. طيب احنا مثلا لو جينا هنا
وكتبنا مثلا الألماس كان في شهر واحد ب 1400، تمام؟ شايفين بيظهر ازاي في الجدول؟ طلع ب 1400. طيب في شهر اتنين كان ب 1500، نازل شوية اهو، تمام؟ في شهر تلاتة بقى مثلا ب 1700، طلع شوية. في شهر أربعة بقى مثلا ايه 1250 مثلا، تمام؟ وهننتقل كده، خلصنا بالماس. الذهب مثلا في شهر واحد كان ب 850، شهر اتنين ب 770 مثلا، شهر تلاتة كان بمثلا ب 680، شهر أربعة كان 800، تمام كده. وهنتنقل للفضة. شوفوا انتوا ملاحظين هنا ان الرسم البياني بيتحدد اهو، هنا بيكتب العواميد بتاعة الرسم البياني بتتحدد وبتبين القيمة على جنب اهو، على ناحية الشمال هو الرينج بتاعها، عاملها لك لغاية 1800 حسب الأرقام اللي أنت حطيتها. الفضة مثلا كانت ب 250، وبعد كده بقت مثلا ب 220، بعد كده بقت ب 300، بعد كده بقت ب 340، تمام. النحاس بدأ مثلا ب 200، بعد كده 180، بعد كده 190، بعد كده 185، تمام. اهي كده بقى عندنا مقارنة في الجدول، وديكم شايفين مكتوب ايه تحت كل عمود في الرسم البياني، الاسم بتاعه الماس اهو، هنا مكتوب الماس، تمام. الذهب مكتوب ذهب، الفضة مكتوب وهكذا، والنحاس مكتوب نحاس، ومكتوب هنا الشهور، الشهر الأربعة باللون الأصفر، الشهر تلاتة باللون الجري اللي هو الرصاصي، شهر اتنين باللون البرتقاني، شهر واحد باللون الأزرق. احنا من خلال الألوان دي ممكن براحتنا ان احنا ممكن نغير الألوان بتاعة الشهور. يعني مثلا لو قلنا مثلا ان شهر واحد هنعمله مثلا باللون بتاعه اللي هو اللون الأزرق، عشان يبقى باينة ماشية مع الجدول، تمام. وبإدنا نغير بقى في الشكل البياني ده ونضيف له مثلا، ممكن نضيف عنوان، تمام كده. هنعمل مثلا ايه، نكتبه مثلا هنا كده الأسعار مثلا، هنسميها كده وندوس انتر، خلاص اهي بقى اسمه الأسعار، تمام. طيب ايه ممكن نعدله هنا؟ هنا في تعديل، لو دوسنا كده هنختار، ممكن يبقى بالشكل ده، هو مديك اشكال، ممكن يبقى بالشكل ده، شايفين اهو، ممكن يبقى بالشكل ده، ممكن يبقى بالشكل الجميل ده اللي هو الخلفية بتاعته الغامقة السوداء، ممكن يبقى بالشكل ده، براحتنا بقى حسب الشكل اللي احنا نختاره اهو، ممكن يبقى برضو بالشكل ده وهكذا. طيب ده بالنسبة للستايل. طب الكلر، نختار الكلر اللي احنا عايزينه، هو مختار الخمس الوان اللي فوق دول، ممكن نختار غيرهم، شايفين ممكن ننزل نختار غيرهم وهكذا، ممكن نخليهم مثلا الوان واحدة، ممكن نخليهم الوان بدرجاتها زي ما انتوا شايفين كده، تمام. ده بالنسبة للتعديل في الرسم البياني. طيب لو احنا اخترنا دي الاختيار ده اللي هو تشارت فلتر، عملنا كده، ايه اللي ممكن نضيفه وممكن نحذفه؟ احنا ممكن نحذف مثلا الاسماء الشهور براحتنا، مش عايزينها مثلا مكتوبة، وممكن مثلا ايه نضيف اسماء، نغير في الاسماء دي مثلا شهر واحد شهر اتنين نسميها اسماء تانية، كل حاجة احنا ممكن نعملها، تمام. طيب وممكن برضو من هنا من علامة الزائد دي نضيف، هنضيف ايه؟ ممكن نضيف تكست زيادة، ممكن نضيف تاريخ، ممكن براحتنا جدا، ممكن نتصرف في الشكل اللي احنا عايزينه ده. ودي كانت طريقة الرسم البياني بالنسبة لبرنامج الاكسل. وعلى فكرة اللي بيرسم رسم بياني على الوورد لازم يستعين بالاكسل، لانه هو بيعمل الجدول على الوورد، وانا كنت شرحه في فيديو هتلاقوه ان شاء الله على تحت في الرابط
بتاع تفاصيل الفيديو هتلاقوه ازاي نعمل رسم بياني في الوورد. ويا رب تكونوا استفدتم النهارده. وقبل ما نسيبكم نسمي بس الشيت ده كده ايه، رسم بياني، عشان الشيتات دي كلها احنا بنفتحها نستفيد منها بعد كده، هنقول لكم في ايه بالظبط رسم بياني بالشكل ده. واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد عن اساسيات الاكسل.